السلام عليكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الحياة الدراسية. إذن أشكركم على اشتراكاتكم، على تعليقاتكم حول محتوى القناة، ولايك وجميع المشاهدين من آباء تلاميذ وأساتذة وأولياء الأمور بصفة عامة والمشاهدين جميعا. إذن في هذا الفيديو سنبدأ استعدادات امتحانات الإشهادية للامتحان الجهوي السنة الثالثة إعدادي، واهتمام جميع هذه الفئة من تلاميذ أساتذة وآباء وأولياء الأمور، آباء أمهات، عندما أقول الآباء كذلك الأمهات وجميع أولياء الأمور. إذن دائما كنتمنى تبقوا كتشاهدوا الجديد في القنوات وتشاركهم مع التلاميذ والأساتذة والآباء لكي يستفيد الجميع. إذن هنا غادي نقدم امتحان موحد لجهاز الدار البيضاء الكبرى لسنة 2011. اخترت هذا الامتحان لأنه امتحان في متناول الجميع، وأقول الجميع يعني التلميذ اللي كي يفهم الدرس دياله، كي يراجع وكي يطبق، كي يدير التطبيقات دياله، تمارين تطبيقية بالقواعد إلى آخره، منهجية العمل. هذا كان موحد اللي هو في متناوله. إذن غنعطي هذا الموحد وغنعطي تصحيح لبعض التمارين ولكي لا يكون الفيديو طويل. إذن هنا غادي ناخذ التمرين الثاني من هذا الموحد. أنا غنخلي لكم الموحد بأكمله، يمكن لك غتمشي تاخد الموحد وتخدموا حد الدروس اللي انتم واصلين فيها، ومن بعد غتلقى تصحيح التمرين رقم الثاني، لأن غتكونوا نجزتيو المعادلات والمتراجع، عفوا المعادلات، ما فيش متراجعات هذا الموحد، المعادلات ونظمت معادلتين. إذن وغادي كاينة مسألة، إذن أنا صححت المعادلة، غنعطي تصحيح المعادلة وغنعطي تصحيح المعادلة الثانية وغنعطي تصحيح الحل النظمة. هنا كنتمنى ما يجيش الفيديو طويل لأن خاص الشرح وجميع الطرق، جميع الخاصيات، القواعد هنا غنذكر بها لكي أصحح هذه الأسئلة. إذن أولا غادي نعطي بالفرنسية هكذا باش التلاميذ اللي يدرسوا بالفرنسية يستفدوا كذلك معنا. إذن حل المعادلة التالية: x ناقص 1 تساوي ناقص 2 x ناقص 4. Résoudre l'équation suivante. X moins 1 est égal à moins 2x moins 4. Et donc, on va commencer à la barakatillah. X naqis 1 tousaoui naqis 2x naqis 4. Ça, nous dif 2x l'équilat parafain. Limada. لأننا سنطبق قاعدة عفوا التساوي والجمع. إذن سأضيف نفس العدد باش هنا يكون عندي مقابل ناقص 2x اللي في الطرف الثاني، سأضيف 2x سيصبح في الطرف الثاني 2x ناقص 2x هي 0x هي 0. إذن سيصبح في الطرف الأول في نفس الوقت x ناقص 1 اللي كانت ونزيدو 2x. إذن هنا أصبح لدينا الحدود المتشابهة التي بها العامل x كلها في الطرف الأول.
سيصبح لدينا x زائد 2x ناقص 1 تساوي 0 ناقص 4. إذن هنا بحل جمعنا الحدود المتشابهة اللي فيها المجهول x في الطرف الأول. الآن بقت لنا ناقص 1، نفس القاعدة سنطبقها كذلك. إذن سنضيف لكلا الطرفين مقابل ناقص 1 اللي هو زائد 1. لماذا؟ لأن ناقص 1 زائد 1 تساوي 0. إذن 3x ناقص 1 زائد 1 تساوي، سنضيف نفس العدد ناقص 4 زائد 1 للطرف الثاني. إذن غتصبح عندنا 3x زائد 0 تساوي ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 3. إذن يبقى في الطرف الأول 3x وفي الطرف الثاني ناقص 3. بالنسبة للمرحلة الموالية سنستعمل قاعدة التساوي والضرب، لأن عندنا 3x. للحصول على x يجب أن نضرب 3x في مقلوب 1 في مقلوب 3 اللي هو 1 على 3. لماذا؟ لأن جداء العدد ومقلوبه يساوي 1، وواحد في x يساوي x. إذن 1 على 3 في 3 تساوي 1، 1 في x هي x. إذن ضربنا في الطرف الأول في 1 على 3 نفس الشيء لكي دائما نحافظ على التوازن، يعني تساوي الطرفين، 1 على 3 في ناقص 3 يعطينا جداء 1 على 3 في ناقص 1 في ناقص 3 عفوا هي ناقص 1. إذا ناقص 1 هو حل وحيد للمعادلة. إذا هنا يمكن لكم ترجعوا الفيديو الخاص بدرس المعادلات والمتراجحات بالعربية، غادي نخلي لكم الروابط لأن كاين جزء واحد جزء ثاني في قناتي، وبالفرنسية كذلك جزء واحد وجزء ثاني بشرح لكم بالتفصيل لأن هذا الدرس مهم جدا. إذن هنا غادي يمكن لكم تمشي وتشوفوا الحالات إلى آخره الدرس بالتفصيل، وإلى استعصى عليكم الأمر يمكن لكم تخليوا لي في التعليق استفسار تكون نقدر نعطيكم أمثلة لذلك. إذا ناقص واحد قلنا هو حل وحيد للمعادلة. إذا en bref je vais appliquer la règle de l'addition et l'égalité pour ajouter 2x aux deux membres. Alors j'obtiens x moins 1 plus 2x est égal à 2x moins 2x moins 4. Alors on obtient dans le premier membre x plus 2x moins 1 est égal à 0 moins 4. Donc 3x, parce que x plus 2x c'est 3x, moins 1 c'est est égal à 0 moins 4 c'est moins 4. Alors je vais ajouter même chose à aux deux membres de l'égalité plus 1. Alors, je vais avoir 3x moins 1 plus 1 est égal à moins 4 plus 1. Donc, c'est 3x, deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Ça donne 3x est égal à moins 4 plus 1, c'est moins 3. Alors, j'obtiendrai ici 3x est égal à moins 3. Pour trouver x, je dois multiplier par l'inverse de 3, qui est 1 sur 3. Pourquoi? Parce que 1 sur 3 multiplié par 3, toujours on a le produit d'un nombre avec ou bien et son inverse est égal à 1. Et 1 fois x est égal à x. Donc toujours pour avoir la valeur de x, si on a comme ces équations, c'est-à-dire si on a le produit, on multiplie par l'inverse du nombre. Donc, on a multiplié à gauche par 1 sur 3. Même chose pour le deuxième membre. On aura 1 sur 3 multiplié par moins 3, c'est moins 1. Donc, moins 1 est la seule solution de l'équation. Maintenant, on va corriger la deuxième équation. Elle est du genre équation produit. 3x moins 2 facteur de 5x moins 7 est égal à 0. Donc, on sait très bien
d'après la règle que vous allez trouver dans le cours. A fois B est égal à 0, si, c'est-à-dire que A est égal à 0 ou B est égal à 0. Parce qu'on sait très bien que 0 fois, par exemple, 17, c'est 0. Moins 4 fois 0, c'est 0. Et bien sûr, 0 fois 0, c'est 0. Donc, il suffit d'avoir un facteur qui est égal à 0 et le produit est égal à 0. A في B تساوي صفر يعني إما A تساوي صفر أو B تساوي صفر يعني A تساوي مثلا 5 و B صفر 5 في صفر هي صفر نفس الشيء إذا كانت عندنا ناقص 9 في صفر هي صفر إذن يكفي باش يكون أحد العاملين يساوي صفر c'est-à-dire que 3x moins 2 est égal à 0 ou 5x moins 7 est égal à 0 إما 3x ناقص 2 تساوي 0 أو 5x ناقص 7 تساوي 0 يعني أن x تساوي 2 على 3 أو x تساوي 7 على 5 donc on a trouvé deux solutions pardon 3x moins 2 est égal à 0 ou 5x moins 7 est égal à 0 donc on a chaque ici, équation de premier degré à un seul inconnu. Et dans le temps, x tout ça est واحد على ثلاثة في ثلاثة x تساوي اثنان في واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة في ثلاثة هي واحد واحد في x يبقى في الطرف الأول x واثنان في واحد على ثلاثة هي اثنان على ثلاثة نفس الشيء x خمسة x وست ناقص ست ناقص سبعة عفوا تساوي صفر يعني أن Alors, 5x moins 7 est égal à 0, c'est-à-dire que 5x est égal, moins 7 plus 7 est égal à 0 plus 7, 5x est égal à 7, 1 sur 5 fois 5x est égal à 7 fois 1 fois 5, c'est-à-dire que 1 sur 5 fois 5 c'est 1, 1 fois x est égal à x, et 7 fois 1 sur 5 c'est 7 sur 5. Donc, les deux nombres, 2 sur 3 et 7 sur 5, sont des, les solutions de l'équation. Et dans المعادلة, لها حلان, وجدنا x تساوي 2 على 3 أو x تساوي 7 على 5. Et dans إلا عوضنا x في المعادلة ب 2 على 3 غنوجدو 0. وإلا عوضناها ب 7 على 5 غنوجدو الجداء يساوي 0. Et dans هما الحلين لهذه المعادلة. ثم أنتقل لثالثا في التمرين الثاني للموحد 2011 جهة الدار البيضاء الكبرى إذن نحل النظمة إذن هنا غادي نعطيكم طريقة التعويض ولكن لجا الفيديو طويل غنخلي طريقة التأليف الخطية حتى الفيديو القادم لجا ممكن نضيفها غادي نضيفها المهم إذن طريقة التعويض ما معنى طريقة التعويض هي أننا سنجد عدد بدلالة الآخر وسنعوضه في المعادلة الثانية ونجد قيمة هذاك العدد وبعدها نعود إلى قيمة إلى المعادلة الأولى ونعوض هذه القيمة وبهذا نجد x و y إذن بالتفصيل x زائد y تساوي 20 يعني أن y تساوي 20 ناقص x يمكن لك توجد x تساوي 20 ناقص y ما عندها حتى شي هذا اللي بغيتي يمكن لك تمشي حتى للمعادله الثانيه 3 x زائد 2 y تساوي 48 وتوجد y هي 48 ناقص 3 x الكل على 2 ولكن هنا غادي يولي عندك الحساب معقد دائما رد بالك واختار اسهل طريقه انا كنتكلم غير على طريقه التعويض ما نتكلموش على الطريقة الثانية فيما بعد إذن هنا عوض وجدنا عفوا y تساوي 20 ناقص x إذن سأعوض
3 x زائد 2 في 20 ناقص x تساوي 48. إذن هنا أصبحت لدينا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو x. إذن سنحلها، ننشر الجداء اللي عندنا، 3 x زائد 2 في 20 ناقص 2 في x تساوي 48. ثم نحسب 3 x زائد 40 تساوي 3 x زائد 40 ناقص x تساوي 48. إذن 3 x ناقص 2 x هي x، تبقى x زائد 40 تساوي 48. سنضيف ناقص 40 لكلا الطرفين تعطينا x زائد 40 ناقص 40 تساوي 48 ناقص 40. إذن غتعطينا x تساوي 8. إذن قيمة x هي 8. إذن سنعود للمعادلة الأخرى، y تساوي 20 ناقص x، وأعود x ب 8. قيمة x اللي وجدنا هي 20 ناقص 8 هي 12. إذن y تساوي 12. إذن الزوج 8 12 هو حل وحيد للنظمة. ردوا بالكم، ما غاديش نكتب 12 8. لا، كتبتي 12 8 غيكون عندك خطأ، لأن ملي غتمشي تعوض x ب 12 و y ب 8 تلقى خطأ، لأن الزوج 8 12 ليس هو الزوج 12 8. إذن دائما x هي الأولى و y هي الثانية، لأن الزوج x y. x هي اللي كان كتبوها الحد الأول في الزوج، و 12 هي الثانية. Alors en bref, pour résoudre le système d'équation suivant, on va utiliser la méthode de substitution. C'est-à-dire, on va trouver y en fonction de x ou bien x en fonction de y. J'ai préféré ici y est égal à 20 moins x. Au hasard, c'est pas. On peut même utiliser la deuxième équation et trouver par exemple x est égal à 48 moins 2y sur 3. Et remplacer, mais ça sera trop de calcul plus d'efforts, donc c'est pas la peine de poursuivre cette méthode. Toujours trouver la méthode la plus simple, la plus facile. Alors je garde toujours y est égal à 20 moins x, mais je vais remplacer dans la deuxième équation y par sa valeur, c'est-à-dire 3x plus 2. On avait y, donc je vais la remplacer par 20 moins x est égal à 48. Donc 3x plus 2 fois 20 moins 2x, j'ai développé le produit, est égal à 48. Alors j'ai x, ici 3x moins 2x c'est x, et 2 fois 20 c'est 40. Donc j'obtiens x plus 40 est égal à 48. Maintenant, je vais ajouter aux deux membres de l'égalité le nombre 40. Plutôt moins 40 aux deux membres. Donc, je vais avoir x plus 40 moins 40, c'est 0, est égal à 48 moins 40, c'est 8. Et directement, je vais avoir x est égal à 8. Donc j'ai trouvé x, je peux trouver y. Je vais remplacer x dans la première équation par sa valeur. C'est-à-dire y est égal à 20 moins 8. 20 moins 8 c'est 12. Donc on a trouvé en arabe et en français la même solution. Et prochainement je donnerai la deuxième méthode pour résoudre le système. Il faut les connaître, les deux méthodes. يجب عليك أن تعرف كلا الطريقتين، لأن يقدر في الموحد يجي يقول لك حل النظمة بطريقة مثلا التعويض أو بطريقة تأليف الخطية، هذه واحدة. ثانيا في مصلحتك أنك تعرف الطريقتين، لأن كل نظمة وكتكون لها طريقة أسهل من الأخرى. في بعض الأحيان كيكونوا كلاهما سهلين، ولكن في
بعض الأحيان كتكون الطريقة مثلا التعويض هي الأسهل، أو الطريقة التأليفة الخطية هي الأسهل. إذا هنا كيكونوا التلاميذ بعض المرات كيحفظ بواحد الطريقة كيبقى كي هي اللي كيستعمل كتجي الأخرى مستحيل، ولا شي يصدع راسه إلى آخره. إذا أنا عطيتكم هاد النصائح يقدر تجي في الموحد، وجات في سنة 2007 في الموحد حل بطريقة التعويض، مع أن التلاميذ الأغلبية كيمشيوا بطريقة التأليف الخطية لأن كيشوفوها هي السهلة وجات الطريقة. إذا من الأحسن، ولكن اللي كياخد طريقة التعويض كيعرف الطريقة، وخا أنها كتكون معقدة وفيها تبسيط أو توحيد المقامات والإشارات إلى آخره، وكيتبعها وكيخطأ في الحساب، إذا وكيتعطلت في الموحد. إذا دائما اعمل بذكاء مادام عطاوك هاد الطريقتين، إلا وراء كاين مصلحة في ذلك. إذا غادي نخليكم هنا لأن الفيديو غيجي طويل لدرجة الطريقة الثانية. إذا من الأحسن أن يكون عندكم نتيجة واستعملوا الطريقة الثانية، وهكذا غتكونوا تستافدوا باش منين يجي الفيديو كنتمنى يكون اليوم الغد غيكون سهل باش انك تفهم هذه الطريقة الثانية، غتكون جلستيها انت وغتكون درستيها في القسم ديالك. اذا غتعرف، غنعطيكم المراحل كلها، المراحل والاقتراحات كلها، وغنعطي كذلك موحدات اخرى اصعب شوية، وحنا غادين. كنتمنى نعطي تمارين للسنة الثانية والسنة الاولى باش ما ننساهمش، وغادي نعطيكم قريبا للآباء، للأولياء الأمور، للأمهات نصائح قبل أو للتلاميذ الذين سيمتحنون، وكيفاش ما نضخموش الأمور. إذا ما غنتكلمش كثير على هذا الموضوع لأن عندي حلقة خاصة بذلك. كنتمنى التوفيق، لايك، اشتراك، بارطاجيو، نشروا هذه القناة اللي كنتمنى تستفدوا منها جميعا. وكنوصيكم شوفوا الفيديوهات اللي فيها المدن لحد الآن. يلا درت 3 ديال المدن، إفران وتاريخها، الرباط العاصمة ديالنا العريقة وتاريخها، وكذلك فاس العاصمة العلمية للمغرب وتاريخها. إذا كنتمنى المزيد والمزيد من العطاء للجميع، وكنتمنى لتلاميذنا الأعزاء بالمساعدة لأمهاتهم وآبائهم النجاح ثم النجاح، وما نساوش الجنود اللي واقفين في هذا المسيرة التعليمية التعلمية، زملائي، إخواني وأخواتي الأساتذة، اللي خصنا نعطيهم تحية وتقدير، لأنهم رغم الظروف، رغم كل شيء، كيقوموا بواجبهم. وكنتمنى التوفيق للجميع، كل واحد من مكانه، والنجاح لتلاميذتنا في جميع المستويات. شكرا، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.